إخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك، حياكم الله، مساء الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. اليوم راح يحل علينا ضيف أخونا أبو دلف مرة ثانية بعد ما اتصل وعنده معلومات جديدة عن كثير من الأمور. راح تستغربون بأنه هذول الناس اللي يدعون دائما الوطنية ويدعون بأنهم أبناء الوطن والتجارة باسم الرئيس صدام حسين الله يرحمه وغير من الأمور اللي فعلا من بدي أتكلم عن هذا سليمان فانيلة وفارس النهار وكل هذول الحشرات، خمسة القرعاوي، ملك الرفحاويين، أبو الخيام، أمور كثيرة وصلت. يعني أنا مستغرب لها كيف هذول الناس ينامون بالليل. يعني أنت من تظلم وتسرق وتقتل وبسببك ناس انقتلوا، شلون تروح تنام؟ أريد بس أفهم هذه الشغلة، شلون هذول الناس عندهم قابلية لهذه الدرجة بأنه يسقطون بعوائلهم، يسرقون أخوانهم، أبنائهم، أولاد عمومتهم، يوشون بعشيرتهم. أخوي الغالي حمد حياك الله، نورتنا. فهذه المصيبة الكارثة إن شاء الله راح نصفي هذه كل هذه الأمور. لما المتلونين اللي حتى موجودين هنا في قناتنا للأسف يتكلمون شيء عندنا ويروحون سليمان فاني لي يتكلمون شيء ويروحون الفرس النهار يقولون شيء، أنا لو عندي 10 متابعين شرفاء أحسن ما يكون عندي 500,000 ذيل نايمين بالقناة. لا ندور مثل ما يدورون دولار ما دولار. أنا إنسان حر عراقي ابن العراق من الفاو إلى زاخو. لا أقول لكم أنا مرشح للانتخابات ولا أقول لكم أنا راح أسوي وأصير رئيس وتعالوا دعموني على مود ندخل انتخابات ونسوي كذا ونسوي كذا. أنا إنسان واقعي، عندي علاقات، أعرف الأمور كيف قاعد تسير بالعراق وكيف قاعد يخطط لهذا البلد وتدميره نهائيا، إن كان سياسيا، أخلاقيا، اجتماعيا، ماليا، بكل الطرق، دينيا. يعني أنا من نشرت البارحة كيف هذا سليمان فانيلة واللي يدعمه سلوان ما نريد نقول غير شيء، سلوان المسلط، لأن فلوس سلوان قاعد توصل للفانيلة، هذا سليمان فانيلة قاعد يمجد بي ومسوي أحد الأنبياء. اليوم تكلمت مع شخص وإن شاء الله راح يكون معانا ضيف كريم، وهو يعني كلش يعني اللح ويا سلوان. يعني صدق هذا الشاب طلع أكثر منه بشعري هسه على السوالف اللي مسويها سلوان اللي يدعي الوطنية ويتاجر باسم الرئيس صدام حسين وعمنا وعمنا. راح تسمعون بدانكم شنو اللي سواه سلوان وكيف جمع هذه الثروة ومين بالتحديد، والصناديق الستة اللي انسرقت اللي كانت أمانات الرئيس صدام حسين لدعم المقاومة أثناء الاحتلال، وشنو سوى بيها سلوان، وين وداها، وين راحت،
وكثير من الأمور راح أتركها للشخص المعني هو يتكلم لكم، لأن يجوز أنا أخطأ لي بكلمة، أخطأ لي بتاريخ، باسم، أنا ما متداخل بهذه العائلة أو العشيرة وكل هذه الأمور، فأخلي الشخص هو يتكلم لكم وكيف فعلا كان الرئيس صدام حسين الله يرحمه ضحية لهؤلاء الجرذان اللي كانوا مقربين له وكانوا يأكلون من نعمته وكانوا في وقتها متسلطين على روسنا ويمشون باسم الرئيس، وأول الناس من طعنوا بالرئيس وسلموا. السيد الأخ أبو دلف قاعد يسمعنا، نتمنى خلي نشوف شنو هم بلشنا بالخطأ هذا. المهم إذا الأخ أبو دلف دي يشوفنا يا ريت يتصل. فنشوف كيف هالمصيبة هذه هم. فالمهم بس الجهاز طفيناه، وحتى إن شاء الله مرة ثانية ما شاء الله كل ما نطلع بث يسوون الخباثة مالتهم ويلعبون بشغلات البث ويشوفون يكتمون القناة مالتنا ويخلوها. خلوها على راحتكم، خلوكم على راحتكم جماعة اليوتيوب واللي حاطيكم على اليوتيوب، روحوا فرس النهر، روحوا على خمسة القرعاوي وهذولا، كل هذول الحثالات سليمان فانيلة ولا هم الناس كلها بعد انهزمت من عندهم، بس قل نشوف لي وين راح توصل وياهم، فضايحهم شون دعت تنتشر. يعني البارحة هذا الفيديو اللي نشرته تصل أبو دلف مو على التليفون، على ال ها الصوت رجع الصوت. تمام أبو دلف حبيبي اتصل على البث مو على التليفون مالتي. احنا ندق عليه. السلام عليكم. عليكم السلام اخوي ابو دلف، حياك الله. شلون صحتك اخوي؟ الله يسلمك ابوي، الله يحفظك، شلونك اخبارك؟ الله يبارك فيك. تحية لك وتحية لجمهورنا. الله يسلمك، انت على الهواء موجود في اي مكان. الله يسلمك، انت على الهواء هسه والناس تسأل عنك تقول وين اختفى. موجود انا، بس يسمحوا لي انا تعرف اشتغل وعندي شغل نعم، يعني واذا فارغ انا احيي الجمهور واكون معاهم. الله يحيي اصلك وحياك الله. بس قبل ما نبدي قبل ما لطيف اليوم ارد ارد على حمزه خمسه. اي انا بس القرعاوي خمسه، انا اريد اعطيك كم سؤال. هو من هذا خمسه القرعاوي، احنا من اليوم هاشتاق. اي نعم. خمسة القرعاوي. اي نعم. اليوم نعم. دزولي رابط، تعرف حضرتك سووني اني بايق فلوس عدي، وسواك انت. اي نعم. سواك انت بايق فلوس احمد الشلبي، وسواك انت كذا وتاخذ البيوت وسواك ما سواك.
فيا ريت شنو رأيك بهذه الاتهامات اللي احنا وصلنا يا بدا انت حرامي وانا حرامي ما شاء الله بس هو الوطني تفضل. خمسة قرعاوي اسمعني زين، اسمع يا ابو اسمع عجل يا ابو اسمع اسمع لي، تقول لي انا ضابط بالمخابرات وتقول لي انا من تكريت، لا انا من جنوب العراق. اسمع يا ابو اسمع حمزة، حمزة خمسة لا تطفر على الخيم، على كيفك على كيفك انت وصلعتك شوي، على كيف على كيف، ترى لا تذكر بالخيم، لا تخليني احكيها كاملات يا حمزة. اسأل على ابو دلف تقول هذا ما ويت لا ويت كلبي وغصبا على شاربك، وموجود الاخ انتفاض قنبر، وموجود الاخ اللي هو رئيس المؤتمر اراس حبيب. نعم. وتقدر تسيله، تقدر تسيله اوكي، وانت ما تشكك بامري. من هو انت؟ راح اقول لك من هو انت. تعرف رقيب رعد يا ابو من الديوانيه؟ ويلي تعرف رقيب رعد من الديوانيه؟ هذا جابكم من هو ملازم، الولد بعيون الخضر اللي مسؤول الشعب الرابعة. انت وين كنت تشتغل وكيل؟ وين كنت تشتغل وكيل؟ عند نقيب رعد؟ ولك يا ول يا مثبور يا مزقوع يا منتف، لك لا تندق وياي، ترى سوالفكم كلها طلعها. شوف الارشيف اذا ما عندي اسوي عليك من غير مكان، من ربعنا يطوني اياه انت شنو ما شنو. اخاف حرام وانطمر واسكت، لا تفتح لك همة تلخانة مثل ما فتح السليمان. ما هو فاتحها تلخانة فاتحها. ايه نقيب رعد اهل الديوانية يعرفوه، اشتغل فترة طويلة بالديوانية، هاي الاول ما تدخل الديوانية الدائرة مع الامن. ولك انت مو كنت وكيل وتقدم معلومات على اهل الديوانية وعلى طلبة؟ ولك ليش ما تستحي وتسكت؟ ولك انا ابو دلف اطلع النغل من ابوه، انت شورطك وياي، جابك وياي، عرفك وياي، تشكك بامري، تقول ماذا ضابط مخابرات؟ والله لو ضابط مخابرات افتخر، والله لو انا من اهل العوجه والله افتخر اهل العوجه خوذ زلم. تفتهمني يا طايح الحظ يا ساقط؟ ولك انت لا خلص منك الامام علي، لا خلصت منك براجع، لا خلصوا منك الساده، لا خلصوا منك الشيعه. ولك من اللي يسلم بلسانك؟ ولك اقعد واسكت، لا انبش أنبشك نبش. ذاك هسه شوف ذاك اليوم غلط على أمي، ما لا مشكلة. لا لا الله يرحمها، لا 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 ما هو ساقط 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 هذا رحم الله عليك ساد. مرت الثانية راح أنبش أمك وأبوك، تفتهمني؟ أنا رجال ما تعرض للناس الطيبين خوش، وإذا كانوا ميتين هم على رأسي وقرأوا لهم الفاتحة أي إن كان حتى لو كان عدوي. الله يرحم، الله يرحم عائلتك. ولك يا أقرع يا أبو خمسة نطفر على الخيم وربعك اللي قالوا لي، تفتهم؟ وهسه هم سياسيين اللي قالوا لي، ترى ما هو. ولك شوف انا ما شكك بموقفي، تفتهمني؟ انا ولطيف يحيى ومدري منهم مدري منهم، تجيبهم وتحطهم شنو تسوي لك ناس؟ تريد تسوي لك مشاهدات؟ الله يطيح حظك وحظ اللي حطك بهالقناة هاي. ولك اقعد واسكت وارشد. لا يريد ابو دلف، ابو دلف يدزك كم فلس من هاني بوكين؟ ابو دلف يقول يريد يطلع مناظرة. نعم. وياي يريد يطلع مناظرة وياي. والله استاذ ابو عمر انت ما تطلع وحشاك ابو الخمسة. لا لا تطفرون على لا يعني عيب. ما هو قال انا اريد قناة محايدة، فخابرت السي ان ان فقالوا لي ايه مو مشكلة بس من الضيف اللي يكون معك؟ قلت لهم يابا خمسة القرعاوي، قالوا احنا بالانجليزي ما عندنا زيج، فانت شلون توصلوها الى ما اعرف. هو عليش زيج تكرموك 48 وتحطها بحلقة؟ ماكو غير فد واحد هذا فد واحد ساقط يا اخي. انت تجيب روحك وتحطها ويا الشغلات شنو علاقتك؟ ولك هاي تسجيلات صوتية قاعد تطلع وفضايح، هو جاي يسجل للعالم، تقول دخلوا عليه وباقوا تليفوناته وانا بغير قارة ولطيف بغير قارة وسليمان فانيلة بغير قارة وانت بغير قارة. ولك ليش ما تنكبش وتشد روحك وياه الطورة وياه الهوش وتقعد وتسكت احسن لك؟ عمي هذه تسجيلات ابو دلف، هو يسجل للعالم ويدز. يعني البارحة التسجيل. نعم. تسجيل ساعة نص الليل مو نزلناه، دا يسجل لسليمان. ايه. سليمان اللي هو دا يموله دا يسجل له. هو هم ماكو تسجيل عليه هذا القرعاوي يحكي هو وياه. ايه. هم ماكو تسجيل هو وياه، وهم ماكو عندي عليه رسائل شو يقول على القرعاوي.
هسه صار القرعاوي يدافع هذا ابو خمسه يدافع على سليمان، ولك الله يطيح حظكم اثنينكم، اثنينكم ساقطين واثنينكم تدورون فلوس من المعالم، وهذا اللي يقول له اريد ملايين، وهذا ولك مشين اليوتيوب جاي تضحكون عليه انتم، ولكم استحوا ورجوا وقعدوا وربطوا روحكم بطوله مال بقر وسكتوا بيها. ابو دلف ابو دلف انا منو لك يا قرعاوي؟ سليمان منو؟ ابو دلف جاني مجد بيه سليمان، هسه طلعني مخوشات بي. انت يا قرعاوي ولك انت منو؟ انت كنت وكيل بامن الديوانيه تفتهمني؟ ولك انت شلك بالسوالف؟ هسه اهل الديوانيه يعرفون نقيب رعد منو؟ مسؤول الشعب الرابعه. اوكي شنو كنت تقدم له تقارير؟ مو حتى وصلت للولد الرعد وقال لي نعم هذا كان عندنا وكيل مؤتمن. ولك انت شلك بالسوالف هاي؟ انت شتندك ويا ابو دلف؟ ولك لا انت ولا جدك ولا اللي اكبر منك ولا هذا المرافق اللي عندك، ولك قاعد بيه ونشن، ولك ذاك ولك طلعنا فضايحك الى ذاك سليمان، ولك تعرف هاي البصمه الاخيره احنا ما طلعنا بها عوائل؟ اي والله كامل الهم. اي والله ما ولك بيها نساء وبيها شيء، ولك لو 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 تصير بيها مجازر احنا ما سويناها انا والاستاذ لطيف، نحينا هذا الموضوع ترى. اي والله شلنا الاسامي لان اسامي نساء ما يصير يعني كوارث. سلوان يعرف هذا التسجيل، يعرف هذا التسجيل، واذا باوع سلوان ما راح يجوز بعد من عنده، راح ننزل له بعد تسجيلات. لا اكو بعد راح اسربهن. ايه. اكو بعد لا تخاف اكو. وعندنا شخص هم نريد نقدم له النصيحه، هو بالنمسا. من هو هذا؟ مسعر صالح احمد السلطان، هذا في النمسا كان مرافق احد مرافقي رئيس الجمهوريه. زين هذا خلي جوز ولا يتصل بي ولا يقدم له معلومات ولا جاي يعطي معلومات إلى هذا. ترى أخ مسعر أعرفك وأعرف أخوانك، إذا تريد ترى راح أطلع كل سوالفك على هواء. أوف. فاتعظ وكض بريك. الباقي الإخوان اللي نزلنا بصمة جينا ننزلهم جينا نحكي، فهم وكلهم عاهدوني عهد قالوا بعد ما لنا علاقة بي وضربناه بلوك وانتهت. فأسأل أخ مسعر هاي المرة الثانية راح أقول لك إياها، ترى قلت السلوان وما اتعظ وظلت أنزل عليه، فأنت هاي أول مرة راح أقول لك إياها بطل من سليمان، وراح أقول لك آخر مرة تشحكيت وياه قلت له شنو تريد تسوي لك كل التجواسيس وخونه من حكي على هذا الولد منذر المطلق. قلت له ها شنو عندك بعد؟ وظلت تضحك، ترى هاي كلها موجودة عندي، فأنا أعطيتك شهادة فأنت بكيفك بعد، إذا تريد تبقى وياه أنا أعطيك عهد رح أراويك على الهواء، وأنت ما مستعد تحط اسمك هيك وتلكي سمعتك واسمك على مود واحد ساقط يريد يبيع الفانيلة واللباس، جايب له فانيلة والباس مالته ويعرضني يقول هذا مالات الرئيس، أخذتك هيك واحد. وبالمناسبة ترى هاي الفانيلة والباس عرضها على عائلة الرئيس. نعم. وقال نعم وسيسمعوني منو اللي عرضها عليه. الناس من الدرجة الأولى. وقالوا له إذا بيك البركة دزلنا ياهن. هاي المرة الثانية حتى خافكم مشاهد. ايه. وقال لا مو قال مو أني قال مو أني عند واحد. اللي مبدل رأس مبدل اللي مبلاش. قال عند واحد وخابر القيس قال خافي تقول عليك لو لا تطيهم كل شيء. فد واحد نصاب. فقال لي يا ابا هذا الرجال قال يا ابا اذا عندك اياهن اخوي خلف الله عليك دزني هاي سدت كان يخابرني قال هذا ما يدفع فلوس ما لا تفضل يلا باس فانيله جايب مالتي يقول لي مالات الرئيس اويلي يا ابا هسه اليوم اي تفضل استاذ العزيز نعم اليوم عندنا رساله لسلوان نعم سلوان اكو بيت باسم مظفر عدنان ابراهيم عمر المسلط ابن عمه اسمعني سلوان لا تدنك لا تحك بقصتك خلنا احكي لك على كيفك لا تحك بقصتك وورطك سليمان ولعب عليك ايه ومبروك على عرس ابنك على بنت خليل الدليمي هذا زواج ايه. بس المفروض تقول لسليمان لان سليمان تعرف خصم ويا خليل الدليمي شلون ما تقول له والله ما بعد سليمان من سمع البصمه من الاستاذ ابو عمر من الاخ لطيف داخ ما كان يعرف بهاي قال الجماعه قالوا انا ما اعرف هذا متزوج بنته بعد قل له بعد شايف بيد من وقعت اي السيده
عندها بيت مشتريته ب 100,000 دولار. يابا السيده يقصد يقصد ام عدي، يعني زوجة نعم الرئيس صدام، زوجة الرئيس صدام. الله يحفظها. نعم الله يحفظها. لا تضوجوا من اقول الله يحفظها. نعم الله يحفظها. مرت جبل شامخ مال العراق هذا معروف. الله يحفظ كل عراقية أصيلة. نعم نعم. مظفر عدنان إبراهيم المصلط عمر المصلط أي. هذا كان مرافقه السيدة. نعم. اشترت سيدة بيت وسجلتها باسمها عبالها آدمي وابن عمها وصون الأمانة. وراء ما سقطت الحكومة العراقية نعم. فالمرة قالت لهم، قالت لهذا الشخص، قالت لعمي بيعوا البيت ورجعوا لي فلوسي أنا 100,000. زين. فالإخوان المصلط هو وهذا الأزدمة سلوان راحوا باعوا البيت بمليون ومية وراحوا دزوا للسيدة 100,000 دولار. خوش. إيه بس بس. أعطيكم قريبا كل التفاصيل مع البيت. أبو دلف. سلوان باعوا بهوية مزورة هم رتبوا. هو استاذنا ما البيت ما عليه حجز لأن هو باسم واحد للحماية، بس هم سووا كلاو على المرة هاي خطية المسكينة وباعوا مليون ومية وهي جاي تسمعني وأنا هم يعني الخبر وصلها هو مو ما وصلها. نعم. فأخذوا المليون هم تقاسموا بكل واحد نص مليون نص مليون وما كفت ال 24 مليون العد سلوان القاعد يتنعم بيها الصناديق ركض على هاي المرة المسكينة باعوا البيت بمليون ويطوها 100,000 مالتها لمدافعة 10 دفاتر واخذوا المليون. ولكم وين تخاف؟ ما تخافوا من الله مو بتعمكم هاي اخوان. ترى ابو دلف دا يحكي على هذه ال 24 مليون اللي الرئيس قال هذه للمقاومة قام على اسهم سلوان وهسه بالعقارات وكل شيء تمام وان شاء الله راح يطلع واحد يحكي لكم بالتفصيل. صحيح استاذ. هن 36 صندوق. نعم 36 كل صندوق يحتوي على 4 مليون دولار امريكي. نعم. دفنوهن رد ورا ما دفنوهن رد سلوان رجع عليهن شال من عدن ست صناديق. ايه. فاجا محمد قال له شنو ها؟ قال له اخذت من عندهم دفنتهم بغير مكان. فانا طلع كذب ما مدفونات هو ماخذهم معبرين غير مكانات. نعم. فسووا على اثره ظل يتلاقى وياهم وشو وياهم مشاكل وبيهم خطيه وراها راحوا بسوريا النوب حط نوب واحد منهم اخوه واحد اخوه هو وعائلته حطاهم بالكم قالوا لهم دول 11 جماعه 11 صح وحجزوهم سنتين واكثر من سنتين. فسلوان يعني مو 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 سهل. المهم وسلوان بالمناسبه خلي يعرف المجتمع كله والناس. نعم. ترى هو اشتغل ويا الرئيس اقل من 3 اشهر خلي يكون ببالك لان الرئيس الله يرحمه قال لهم انتم لا تجون بعد تقربون يمي لان انتم معروفين وهاي المزرعه بتشولة صايره اي وظلون سيارات رايحه سيارات جايه تجيب النظر. فقال لهم انتم لا شو اسمه انتوا بعد يعني خلوكم بعيد تسلمون الرسائل لفلان مكان وهي توصلني سامرة. نعم. احكي لك اياها المضبوط. يسلمون رسائل ببيت بسامرة ومن سامرة محمد المصلط ينقلهن. ايه بالبيكم. يطيهن المن محمد المصلط يطيهن السلوان يفتحون البطانة مع الباب يحطوا له الرسائل بالباب ويحطوا له ذرة يحطوا له حنطة يحطوا له شعير علف حطوهم بس كذب بالبيكب هو يلف كراويته هيجي وطلع ودى الرسائل للرئيس. وهم اختاروه لأن هو ما معروف ورجال قرايته وكتابته تعبانة ماكو يعني ما يطلع على الرسائل تجي من أعضاء القيادة ويونس أحمد فمشون. فهم هيجي اختاروه أخوانه. بس الولد التالي طلع عليهم آفة مفترسة يعني حية ومراسية خوش باقي الفلوس حط اخوانه بالهذا طلع حكى عليهم شغل سليمان الجبوري الصالحة. انا الولد كنت احترمه وهسه وبعد احترمه بس ودزيت له رساله عبر قناتك. نعم. بس الولد ضار راكب راسه بس انا جاي اقول له ترى اكو بصمات خطر عليك
تسجيلات صوتية خطرة خطرة جدا خطرة. سلوان انتبه زين، ترى إذا نزلت بعد مالك عين تباع بالشارع، ولا لك عين خافي باقي عندك زين ثلاثة بالعشرة يحبوك، ولو أنا أدري بهم كلهم ما يحبوك، كلهم هم وياك كلهم، لأن ما يحبوك على ما يحبون هذا سليمان الهتر، فهمت شلون؟ فيا خالي، فيا خالي يا سلوان، إذا أنت واقف ويا الهتر ترى راح اضطر انزل بصماتك، اذا ما راح ادز لي خبر وتقول لي انا ما لي علاقه بيه وسحبت ايدي، ترى عيب يا عيبت العيبه لما ما تحكي واسجل لك تسجيل صوتي ويقولكم ويقول هذا خمسه قرعاوي يقول سووا اختراق والحين اخترقوا لك يا مذبوح. هاي اتصالات هاتفيه مسجله للعالم ومسجله عبر كمبيوتر، صح؟ افتهم يا مجنون، مطلعنا الغرفة مالته، ما شفتوا الغرفة هاي المرافق مالته، ما شفتوا معممناها، وارجو ان استاذ لطيف عممها هاي التلخانة اللي يبث من عدا يبتز العالم التواليت اللي يقعد بيه. والله العظيم شوف استاذ، جبناها على الابتزاز، فديوم من الايام حولت لفلوس. نعم خوش، انا ما محول باسم ايثار، أيه. ما محول باسم اخوه ثاني، ذاك هم اثنينهم ترى اثنينهم ساقطين واثنينهم نقريه، اثنينهم تلخانات واثنينهم يكلبون بالكلب، مو يكلبون بالبشر، بالكلب يكلبون، يقولوا تعرضين لفلوس، يقسمون العظمه ما تتكلب عيش قدركم عيش المستمعين بالنص، نص لك ونص لي. اخوي مو كنت اسمعهم باذني، كنت اسمعهم باذني سنتين، مو يوم ويومين. اي فسوى كان يقول لي اخويا جاء علينا تحقيق على مدار الفلوس اللي جتنا، قلت اخويا شنو جتك الفلوس؟ انا ما خايف ولا مترجي، انا من شغلي ورد احول لك، صح؟ عادي انا والحولت لك طيس، ما هو اسمانه قال لي اسمكم موجوده وسنون، قلت ما عندي مشكله، انا رجال اشتغل ما خايف من احد، وفلوسي ما مثل ما تقول فلوسي مزكايه زين. طلع شنو؟ ضليت اعقب على الموضوع، عقب تالي فلت ابنه فلت الحكايه، طلع ابنه بيوم واحد جايته سبع حوالات. اي هذا الاثار، سبع حوالات من هذول العالم اللي يبتزهم بالضبط. والله 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 خلي يسمع هذا القرعاوي الاقرع، هذا الوكيل ابو الامن، خلي يسمع حتى يوم واحد جايته سبعه، والسنيونه سوت بلوك لان تحويلات هوايه، فمن يصير نعم. تحويلات من غير مناطق من غير دول، رأسا الويسترن يونيون أو ماني جرام رأسا يسوون بلوك، فشي يسوي لي؟ يدز بجواز تاني يقول دز على هذا الاسم، دز على هذا الاسم بكي هو. أي نعم 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 صدق، هذا أكو مناطق بالعالم يعني محددينها، مثلا أفغانستان، سوريا، أي. اليمن، تركيا، هذا مناطع منبع مو زين للاعمال المسلحه، صح؟ فمن تحول حوالتين بشهر واحد على هذا الحساب راسن يوقفوا لك يا زون تحقيق وياك بالضبط. فهذا الاخ سبع حوالات جايت له، لما ما قال لي سبع حوالات، قلت الله يبركم ولكم، منين هاي منين جاي يجيبون؟ تخون العالم يا هو اللي يطلع يا هو ما يطلع، اخذوا من عنده مسحوه يا هو، لا هددوه مثل ما هددوا هذا منذر المطلق، يردون من عنده ثلاث دفاتر، هو واحد مصقوع ثاني يتفقون ابن عم السليمان الجبوري، هو واحد هم جبوري موجود بعمان بالاردن، يدعي روحه دكتور، خلي يسمعني زين، هو حكى وياي كم مره ورقعت بلوك انا خوش. التسجيلات الصوتيه اللي سربت لك اياهن هذني هو مسجل لك اياهن، شلون تتامرون على منذر المطلق تردون تاخذون من عنده خاوه 30,000 صحيح، 30,000 دولار يردون ياخذون من منذر المطلق، من هو منذر المطلق؟ منذر المطلق كان سكرتير احمد حسن البكر، ماخذ بنته كان المفاوض، نعم ماخذ بنته، صعب صدق، المفاوض عن الاكراد ويا الحكومه العراقيه، المفاوض ويا الشيوعيين ويا الحكومه العراقيه، كان احمد حسن البكر يحب يموت عليه، يثق به ثقه عمياء، رجال مسكين درويش، ولحد هذا يومنا تردون تخوب 30,000 دولار وتردون تورطوني أنا أحكي بيه، ولما ما يخابرني الله يذكره بالخير أستاذ ضياء الخيون يقول لي ترى هذا رجال محترم هاي، فأنا قلت للجبور يابا شنو الموضوع؟
قال لي الموضوع ماله هذا قاعد ويا بريمار ومجتمع وياه وطالب اعدام الرئيس. والله كذب. هو نعم كذب، هو 25 سنة سفير العراق بكل الدول. نعم. قالوا كان يوشي بالعراقيين برا ويكتب تقارير حسب ما قال لي. قال لي موجودة عند الأوليات بالخارجية، موجودة جبناها صورناها، وموجودة صورة هو وبريمار، وموجود. قال عندي دلائل. قلت له خوش قمت سويت بصمة أنا الأستاذ ضياء الخيون، قلت له يابا هذا الرجل متهم ورايح لبريمار يطلب إعدام الرئيس العراقي الله يرحمه، وكان يوشي بالسفراء بالعراقيين برا من كان هو سفير. يعني حكيت له اللي هو حكالي هذا منتوف الصفحة الهتر سليمان الهتر. تالي لما ما وراها خبرني أستاذ ضياء الله يعطيه الصحة والعافية، قال لي يابا هذا أخوه شادني. زين هذا أستاذ ضياء من 60 سنة صاحب أبوي. صح. زين أنا أستاذ ضياء أريد يخدعني؟ ما يسوي يا أخي، هذا رجال مور شيخ ما يسوي شي سوالي. المهم سويت البصمة دزيتها لأستاذ ضياء، دزيتها نسخة من عدل للهتر لسليمان الهتر الله ينعلك دنيا وآخرة، ودزيتها الأستاذ ضياء. سوى البصمة دزيت الهياء اللي هو بناء على ما قال لي إياه. نعم. على منذر، قبل لا أعرف أنا منذر، قبل لا أتصل، قبل لا أشيك، قبل لا أحقق. إيش قال لي؟ إيش استخدمها ضدي ورا ما طالبنا أنا؟ استخدمها ضدي ظل يوزعها على العالم بأن أنا ناطي المعلومات. ولك يا ول يا مثبور، مو عندي مراسلة بيني وبينك عن منذر، وقايل لك بالأخير شنو الدلائل اللي عندك؟ تالي تزيت لي الدلائل، بصمة هذا المصقوع اللي قاعد بعمان اللي يريد يبتزه اللي هو اسمه مصلح، وإذا يحكي مصلح أنزل البصمات كذا شلون تآمرتوا على هذا؟ كلها عندي التآمر ما بينك وبين سليمان الجبوري، أنا كنت مهود عليك، بس أنت طلعت فد واحد دجال وزنديق وتردون تشوهون سمعة العالم، مع العلم أنه هذا الرجال منذر طالع من العراق من وقت غارنر قبل لا يجي بريمر. نعم. وداخل للعراق بدعوة من مسعود البرزاني إلى لأن كان هو المفاوض ما بين الحكومة العراقية والأكراد ويحبونه. صح. وسلم عليه الرجال وراح بضيافة أسبوع 10 أيام ورجع، لا طب بغداد لا راح البغداد. ولكم ما تستحون على روحكم تردون تبتزون العالم 30,000 دولار. أنت يا مصلح يا 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 مخرب، أنت وهذا الهتر اللي يقول لك أنت ابن عمي وراح تشوف إيش راح أسوي بيه وراح تشوف. ولك والله لا أفضحكم فضيحة بهاي البصمات الدنيا، مو بصمات، تسجيلات صوتية، وأنا يا مصلح دزيت لك إياها التسجيل الصوتي وعرفتك فريت التسجيلات على ناس بعمان، قلت لهم هذا منو الجاي يحكي منو الجاي يحكي، وقالوا لي فلان الفلاني، ورديت كلمتك بنفس اليوم قبل لا تطلع الحلقة على منذر اللي جيت تبتزوه ب30,000 المطلق. خابرتك وقلت لك انت متصل ويا هذا الهتر والهتر مسجل لك كل المكالمة، وقلت لي لا، قلت لك سد وتزيت لك اياه على الواتساب، تزيت لك التسجيل اللي مسجل لك اياه، وقلت لي هذا غدرني وهذا غدار وهذا بدري شنو، ورحت تعاركتوا بيناتكم ولحد الان تعاركتوا متعاركين وواحد يفشر على الثاني، هاي هاي بيناتكم ناركم تاكل حطبكم، بس انتوا تردون تبتزون منذر 30,000. ولكم هذا شكو عنده؟ هذا رجال مسكين رايح للجامع راجع لبيتهم، ما تستحون على روحكم عراقي شريف تردون تسوونه وبن عم الرئيس تردون تسوونه، هذا قاعد بتآمر تآمر على الرئيس، ولكم ما تستحون بعد 20 سنة تردون تشوهون صورة العالم وتردون تستخدمون أبو دلف صوتي ضد العالم ضد هذا المسكين. لا والله هزلت وياكم، رأسا كشفتكم وحطيتكم قدام العالم اثنينكم والعالم كله، وهذا سليمان راح أحذرها من المرة الأخيرة، هاي الأكاونتات اللي جاي يسويها المزورة وهاي اللي جاي تدفع القرعة وشلت القرعة، ولك والله ما تحرك شعرة من شعرات راسي، تفتهم لو ما تفتهمني يا هتر، راح أقول لك للمرة الثانية إذا ما راح تتأدب وتحترم نفسك راح أضطر أنزل البصمات الخطرة مال رئيس الجمهورية الله يرحمك ما صدام حسين، وخليك عمرك ما تنطق بعد اسم صدام حسين، هذا يشرفك لك، قندرته قندرته تسوى راسك، وأخوتك حكيت وياهم وحكيت ويا الدكتور نجمان
وبقيت ساعات احكي وياه. المسكين والله هذا دكتور دكتور نجمان هذا للمسكين والله شوه وسمعت هذه العائله. يا اللي ما يعرف دكتور نجمان هذا انسان مثقف بالخمسين ستين كتاب كاتب، وكان رئيس الادباء العراقيين في يعني في العراق. فيا ريت ابو دلف تقول الرساله اللي حمل لك اياها. هذا الدكتور نجمان اخ عزيز علي، نعم، ورجال محترم، وامه الله يرحمها اللي هي ام سليمان وام نجمان، نعم، هاي المره ما تعرف تعد فلوس الله يرحمها. والله سمعت عائلته كلش طيبه للاسف من اهل الله، مع الاسف النار تخلف رماد. هاي المره الصنديده اللي الله الله ان شاء الله يجعل مثواها الجنه، امين، هي وابوه، يعني هذا الهتر يخلي العالم يسبون بهاي المره وبهذا الرجال وهو بقبره. ولك ما تستحي على روحك، ما تخجل على مو تحصل لك شم دولار يطيح الله حظك، ولك ما استحيت، ولك اخجل انت وولدك، اخجل على روحك، كسع واحد ينزل عليك، ما تخجل على هاي الشيبات. اخر عمرك 66 سنه تقول انا، تالي يقعد واحد يغلط عليك ويسيب هاي المره اللي ميته بقبرها. أيوة. ولك ليش وين تروح من الله؟ ابوه دكتور نجمان مؤلف عليك يمكن خمس كتب، مع العلم هذا الرجال دكتور نجمان، نعم، مؤلف 52 كتاب ومترجم، نعم، وعنده كتب مترجمه اربع لغات مترجمه. هذا شلون دخل للمحكمه؟ شلون وصل للقياده؟ ترى وصل باسم نجمان. لا لا، علم علم مرفوع معروف. ابو دالف حبيبي، اول شيء قل لهم، نعم، هو هذا سليمان فانيله، المكتب ماله مين كان وشنو اختصاصه بالجسمه وشون وصل لمحكمه الرئيس؟ كان عنده بيت، ايه؟ وبصف البيت دكان، ايه؟ هذا الدكان سواه حطاله باربع كراسي وميز مصرقع، ايه؟ وقعد يسوي مال طلاق ومال زواج. الزواج ما عنده، عنده بس طلاق، لان هو هذا دوم على التخريب، ايه؟ اللي تجي بعدها عندها طلابه وان شاء الله يصالحون هي ورجال يطلقها. ما قلت لك هذا ما كويس، هذا ما خوش آدمي، طلقها وطلق الثانية وظهر يضحك على الرجال المتزوج وعلى المطلقة يضحك عليهم. هاي سوالفة، لا رايح بدعوة سرقة، ولا رايح بدعوة اعتداء، ولا رايح بدعوة قتل. هذا الرجال صعد على شتاف القيادة العراقية وهو مدفوع من حزب الدعوة، ساوموه. مع العلم شوف راح احكيها، طبعا الحديث اللي حكينا انا ودكتور نجمان مسجل للتاريخ كله من الطول للطول، أعرفه. وبموافقته، صح، بموافقته دير بالك. بس هذا الرجل العملاق قال لي لا تنشر خليه عندك. اي قال للتاريخ، صح، قال لي للتاريخ خليه عندك الرجال، قال لي خاف يصير شيء، ما يصير شيء، هذا مسجل عندك وما انشره نهائيا. بيني وبين هذا الدكتور ابو دلف وموافقته، بموافقته، يعني احنا ما نسجل للناس. نعم، بموافقته. نعم، هو حكى، نعم، هو شوف قال لي بالضبط، قال لي سجلها، سجل التاريخ، صح. قلت له راح اسجل، قال لي سجل موجود بال اذا يوم من الايام هو وافقني. طلعه التسجيل، طلع انا ما مثل سليمان ما اتخذه وسيله للضغط. نعم، نجمان على راسي، ومن كنت احكي وياه قال له خالي هو الرجل يعني يفرض شخصيته على البشر، صح، خوش. حتى من جملة الكلام أنا ويا أكو عندي ولد صديق هو موقع هويته، نعم، مال المؤرخين، فصورت له الهوية، صورت له الهوية دزيت لي، قلت له هاك هذا توقيعك، هذا شيتك، هذا. فهو داخ قال لي هاي منين جبته منين؟ قلت له هذا واحد من اللي أنت موقعهم، أعضاء اللي أنت موقعهم. نعم. بالمناسبة نجمان من قدم على مال المؤرخين فصارت انتخابات، تصدق انتخبوه اهل الجنوب ازيد ما اهل الغربيه، باوع، شوف اهل الجنوب انتخبوه ازيد من اهل الغربيه، وقلت له بهذا الكلام ايده، قال لي نعم صحيح، انتخبوني اهل الجنوب ازيد من ما انتخبوه، يعني اذا انتخبوه بالجنوب الف الغربيه ما انتخبوه مثلا 100 هيك، يعني شوف شقد محبوب هذا الشخص، صح، وشقد انسان وقور وما يعرف اسمه، يقول لي والله ما دخل بيتنا اسمه الطائفيه،
نهائيا، وعنده ابنه دكتور محمد يوفقه الله، محترم انسان، يحكي مرات من يسوي مداخلة بيني وبين ابوه بينات ثلاثة، انسان طيب روعة روعة روعة، يعني ابوه وازيد من ابوه. اما ولد عمه، ولد عمه وكانوا قاعدين بالجلسة لما ما هم سووا لي راح إلي وخابروني وفتحنا سبيكر وحكوا وياي، قالوا يابا احنا ما مسؤولين عن هاي الحقائق بالوثائق النصب والاحتيال، احنا نسميها ما نسميها مع اعتزازنا بالدكتور نجمان. قال احنا ما مسؤولين بها، اي شيء يورد صدق كذب ما لنا علاقة نهائيا، عندهم شيء خلوا يسوون عليه دعاوي، احنا ساحانة بالضبط. من قلت له خجلنا، قال لا خجلنا بلغتكم غير شكل وبلغتنا غير شكل. قلت له شلون تريدني اقول؟ قال ساحانه ساحانه ويا كل الناس ويا اقاربنا ويا هن بالعوجه ويا هن بتكريت ويا هن بالجنوب، احنا شنو علاقتنا بهاي الامور؟ احنا ما راضين عليها لا دنيا ولا اخره. وقال هذا احنا هسه هذا اول مره البيان مالهم سواء راح الي ودزاه واحنا نشرناه. وقلنا لهذا الهتر اذا تريد ندز لك اياه، وهو قاعد يتواصل ويا واحد من ولد عمه ويتواصل ويا واحد من اخوانه الصغار، الاصغر واحد بيهم هو بس هذا الصغير يحكي له الباقي بس مال. انا جاي اقول له لسليمان، قال له اذا ما راح تبطل اسمعها من عندي، اذا ما راح تبطل اكو اجراء ثاني راح يصدر عليه من اهلك، اذا ما راح تبطل من هاي الناس وتظل تبتزهم ولك انت وين وديع الحمضل وين، ورد النوب الدز هذا خمسة قرعاوي يحكي على وديع الحمضر، ولك وديع الحمضر تاج على راسك وعلى راس هذا اللي ما عنده الاقرع هذا ابو الخمسه اللي طفر على الخيم، ولكم انتم وين؟ لا تذكر ابو الخيم حرام. اجى 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 بالشحاطات كتلوك باب بيتك قدام مرتك، حتى دكتور نجمان عارف هذا الموضوع وسمعه من عندي همه. قال لي ما يستحي على روحه ما يخجل، واحد هو ومرته شنو علاقتنا؟ قال هذا خضر الدوري. انا اقول لك خضر الدوري ايام زمان محترم، بس انا ما اعرفه تالي خلفيته بالسجن وخلفيته بالهذا ومسوي عريضه البوش ومسوي هاي، انا ما اعرفها ما لي علاقه بها، انا جاي احكي عن قديم من كان عضو قياده. نعم. انت قال هذا ما استحى على روحه يسجل عضو قياده، لك هذا ما استحى. قال لي انا متابع كل التسجيلات اللي قاعد تتسرب، قال هذا وين راح يودينا؟ وين راح يأذينا؟ وين راح يخلينا؟ يعني ليش ساحينا ويا الناس الطيبة؟ فيا استاذ هذا إنسان منبوذ خوش، واللي ويا هذا خمسة قرعاوي، خمسة قرعاوي هو مو اسمه خمسة 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 حمزة حمزة خمسة حمزة خمسة قائد الخيم بالروحة. نعم قائد الخيم اللي بالثنتين بالليل بالثلاثة بالليل يظل ينط مثل العتوية، لا شايف مثل البزونة خسع يمه، المهم ما نقدر نحكي خاف يزعلون علينا المستمعين. فأنتوا استوه على روحكم وخجلوا وقعدوا سكتوا وخلوا العالم شوية عرفتكم، والعالم قاعد يشكروا من السادة لطيف ويشكروا من عندي من فضحتكم، وأنا ما يهمني هاي الزعبولات، أنا أقلكم يا مرة عشرة أنا رخي مفرع وبالجزيرة، يعني مفرع لا كفية ولا عقال وتسقع بيه الشمس وما مهتم، اشتردون تحجون اشتردون تقولون علي اشتردون تقولون على السادة لطيف، احنا جبال معروفين مثل جبل شمران بالشمال ما تقدرون تبدلون اسمه، تبتشون شلون هسه هذا صدام حسين الرجال الله يرحمه مات، انتو تقدرون تبدلون اسمه؟ انتو تقدرون شلون سمعته؟ ولك انت يا قرعاوي انت تقاريرك معارة من الديوانية، مو حتى بزعوا من عندك من التقارير مالتك، لا خليت لك شيخ، لا خليت لك ابو حسينية، لا خليت لك بعثي، لا خليت لك مارة، ولك استيح على روحك استيح على روحك، وهذا اذا تريد حتى ما عندي مانع اخلي يسوي بصمة نقيب رعد واخلي يحكي عنك شلون كنت تقدم تقارير. تفتهمني؟ ترى انا حكيت ويا شخصية، فاستيح على حالك واحترم نفسك وخليك نوص بهاي الخمسمية اللي عندك المشاهدة، ومع اعتزازي بيكم مع احتراماتي اكل تبن مثل ما قاعد ياكل تبن هذا صاحبك اللي جاي تدافع عنه خوش، ونشب واسكت هاي مو سوالفك. استاذنا بعد شنو عندكم تردون تسألوني من الاخوان؟ ما ادري يعني انا سألوني اوصل لك اياه بكل امانة، المشاهدين قالوا
هو كان ويا سليمان ليش قلب عليه؟ ليه هسه ما دي يعرفون؟ فيا ريت بصوتك وانت بث مباشر تقول لهم ليش. والله يابا انا انخدعت بسليمان مثل ما انتم انخدعتوا بيه، وهسه مثل ما انتم سحبتوا من عنده. سليمان اول مره مسوي روحه وطني، بس تالي بمرور الزمن والاستاذ ضياء الخيون اللي هو كان وكيل وزير الماليه والشيخ من شيوخ بني اسد، وهذا رجال اعتز واحترمه وقدم له كل التحيه. فلما ما شفت جايين يسوون دقه بمنظر المطلق ويردون يستخدمون صوتي انه انا اظلم منظر المطلق واقول اي نعم راح لبريمر، وهذا الرجال طالع من 2003 قبل لا يجي بريمر من كان جارنر موجود طالع من العراق، والنوبة رواني الجواز ماله المختوم من الجانب الأردني مو الجانب العراقي، لأن الجانب العراقي ما كان أكو ختم. صح. فقال عمي هذا زين الأردني ما تزور مالتهم. لا. زين أنا أصدق سليمان فانيلة لو أصدق قرعاوي خمسة، زين لو أنا يقبل ضميري أبقى ويا سليمان، طبعا ما يقبل ضميري ويا سليمان الأخ أبو عمر عيني. أحترمه وعزه وإنسان نظيف ومية بالمية حيش أبو عمر، لو أشوف عنده شيء مثلا ما هو ما يرضي الله هم أقول أخويا في مال لا أطلع من عنده، بس الرجال محترم تطيه شغلة بنظافته يطلعها ما يقطع منها، اللي يريد يقطع إلا شغلات شوي الماسة بالعوائل. إيه بالعوائل ونساء لا، عوائل ونساء لا. أحسنت أحسنت أحسنت، ورجال متفاهم وأشوف أن الناس يعني ما فقدت الرجال، والناس اللي عندهم ما فقدته، وما أشوف أن من هذول الهقطية والهاي يعني يم صحيح أكو أكاونتات يجي كذب مثل هذا، أكو واحد هذا تسوي له نون قيس ولك نون قيس وسليمان هاي عليها هاي سوالف لو على أبو عمر مو منعرفها مالتك هاي. إي والله عبارك مزعطة مزعطة تعرف مثل الزعطوط ماكو. إيه وحاط لك ابنك ينزل على على شو اسمه ذاك التيك توك من يطلع الاخ ابو عمر ساد لطيف، ثم انت ولك يا قرعاوي شكك بيه تقول هذا وين موجود اتفاق قنبر، هذا موجود اعلامي وموجود قاعد يطلع بامريكا والرجل متواصل وياي، اساله قل له ابو دلف صحيح هذا كان المرافق ويا الدكتور، ثم انا مو بس مرافق خالي انا عندي امر وزاري تعين بالدوله العراقيه، والامر صح. الوزاري اعطيت هذا المنتوف ابو الفانيلات هذا سليمان وطلعه، واذا تردون ارد لكم يا مره ثانيه الامر الوزاري مالتي، انا رجال مو منتف مثلكم، انا مو اقطي مثلكم قاعد على المساعدات، ولكم انتم قاعدين على ما تسبلتي قالكم في يوم الاستاذ ابو عمر انتم قاعدين مسوين تجاره بهذول العالم الفقره. ايوه والله. فانت تقولوا لي ليش انسحبت من سليمان؟ سليمان اخوي ناس يا اخواني يا اخواني يا عرب، هذول منتفين، هذول جاي يضحكون على مشاعركم، يضحكون على عالم، الاسود يسووا ابيض والابيض يسووا اسود حسب الدفع، ويضربون هذا ويجيبون ذاك، واحد هو مرته متعاركين، انت شنو علاقتك يا سليمان؟ انت تقول الوثائق بالحقائق، يلا خلي يسمعني الجمهور الحقائق لا أوكي. هو القناة مال ثاني من سويت له اسم الحقائق بالنقائق، يعني هذا شو اسمه رحم الله والدي اي هو هذا اسمه واحد. واحد. هاي ترى هاي البحرينيه لبنيه الله يستر عليها، ترى مو بصمه واحده، ترى دو انزلكم باكر 10 بصمه صح، وين بصمات يعني عرايك هي ويا وشي يريد، هو يريد يبتز وديع الحمضه صح، فوش وديع ما حد شويا بس خابروه مرتين ثلاثة ما فادي جوله، نزعوا له الشحاطات والقنادر خوش وأتراك وكتلوه قدام مرته، والله يطيع حظك تنهان قدام مرتك، الله يطيع حظك، جابوا الكمبيوتر ومسحه وكلها حوالي 400 فيديو مسحوه من عنده بما فيهن مال بيت وديع الحمضر صح. زين انت شنو علاقتك؟ هل هذا رجال وزير؟ هل هذا كان معتقل الحقائق؟ لا مو رجع على شغلات الطلاق، رجع على شغلات الطلاق مال قبل ماكو. زين المره بالبصمه جاي تتوسلك تقول لك انا جاي اقول لك شيلها، انا جاي اقول لك شيلها، زين انت صاحب العلاقه يقول لك صح، مثل ما قال لك هذا الاخ شو اسمه ثلج نسيت اسمه الولد الصحفي شو اسمه استاذنا وياي ابو حيدر الصحفي قال شو اسمه ابو حيدر ابو حيدر ايه
اي ابو حيدر شو اسمه هاتف الثلج. اي ابو حيدر اي قال عمي شيل الفيديوهات مالاتي وشيل اللقاءات انا وياك وما يشرفني اصير وياك الرجال. المواطنين جاي يسالون عمي مو بس انا ترى انخدعت الرجال هاتف ثلج انخداع الرجال والله يابا انا تكلمت معاه وتكلم الرجال انسان محترم مثقف يعني حتى سألته يعني أنت ليش؟ قال كنا انخدعنا به يعني بهذا الكلام يعني إيه يعني مثل ما الرئيس العراقي انخدع بهواي ناس بالضبط هذا رئيس وعنده أجهزة أمنية واستخبارية ومراقبة وشو انخدع بهواي ناس قربهم ثاني طلعوا طلع عليه بالضبط هم أول الناس اللي يدمروا انخدعت بهذا سليمان وبصوته الحجري شلنا من هاي اللي طحنون بيها تمن الكبين توه شايفه؟ مثل الرحة نسميها الرحة احنا بالجنوب نسميها يا ول يا قرعاوي يا مصقوع انت تقول لي انا من العوجة والله انا افتخر اصير من اهل العوجة وانا من هسه صرت وياهم ويا العوجة من زمان قلت لهم ترم انا ولدكم وانا ابنكم غصبا عليك يا قرعاوي غصبا على شاربك وشارب هذا ما عنده شارب ما عنده سلمان سليمان انا من هسه انا خي انا من عندهم من العوجة وافتخر وهذول اهلي وامهاتهم امي وابهاتهم ابوي وغصبا علي يرضى والما يرضى تفتهمون انت تقول انا شكك بي يمك اسماعيل الوايلي الدكتور اسماعيل الوايلي مو تقول انت تطلع برات يقول قال الدكتور اسماعيل الوايلي شو قال ايش اذا ما تريد اعطيك تليفونه تقول له من هو ابو دلف مطلع بصمة قالهم من هو أبو دلف قال من الملاصقين لأحمد الشلبي ومن اللي الناس يحفظون أسرار أحمد الشلبي زين أنت من هو أنت يا مصقوع يا فصوع يا ابن الفصوع يا تخته يا ابن التخته ولك أنت من هو اللي تشكك بأمري من هو أنت وين أنت وين يا جرود جابك ويا جرود جابتك ولك شورطك أبو دعاب الملتهبة شورطك ولك انت منين انت من يافص مطالع ولك انت قاعد بأهل الدوانية وكيل بأمن الدوانية عد رعد كنت تشتغل هذا ولا ابو عيون خضر اسهل الدوانية يعرفونه ابو الشعب الرابعة كنت تقدم له معلومات وكنت تقدم له تقارير واذا تريد وتلاسني وتقول تشلي برحج انزل لك بصمة من عنده بعد شي تريد ولك انتبش مثل ما انتبش المطي مالكم الكبير سليمان تفتهمني وانت جاي تحكي شكك بيه لو تريد تطلع سليمان خوش آدمي وانا مو خوش آدمي سليمان اللي دشوا سمعة القيادة العراقية تعال احكي على جمال مصطفى زوج السيدة حلا تعال احكي على هذا الثاني الولد ابو مدير الامن خالد مدير امن الدائرة مال المخابرات تعال احكي على الشيوخ مالتهم مال موصل تعال ولك دروح انا شنو انا ما ينشر ولا ينبع ثم انت تقول هذا ملثم انا ما ملثم خالي الملثم صاحبك الجاي يطلع ابو علي وغير ابو علي الملثمين إيه؟ انا ما رجال مو تجاري ما اريد اطلع صورتي انا رجال ما اريد فلوس انا اتصلت بي قنوات رصينة اجت تطلع لي مقابلة ما طلعت مقابلة ما اريد انا ما اريد فلوس انا ما اريد فلوس ما مثل سليمان قبضت 6000 مدري 7000 من هذا الدكتور حميد من سويا مقابلة وتالي الله صلت عليه صباح الحمداني أخذهم من عنده لكان ما أطلع مقابلة بفلوس لكان الحمد لله والشكر أعيش بطل وأموت بطل أعيش شجاع وأموت شجاع أنا ما مثل خنيث وقاعد حاط لي حمام وأحكي على العالم أنا إذا أرد أحكي على العالم أنا فلان لبلاني وأحكي على العالم مو قاعد وهنا القرعاوي ألف قندرة على راسك يا القرعاوي لا ومن يحكي محكي يعني كله ثقة كله ثقة يعني زين والإخوان إخواني المتابعين إيش المتابعين كلهم مدمنية المتابعين كلهم مدمنية أقسم لك بالقرآن كان وكيل بأمن بأمن القادسية الأول ما تدخل القادسية على إيدك اليمنى هاي دائرتهم خوش هو أم قال الولد رعد كوش وهو وكيل ومصدر مهم بالمعلومات وكسر أرقاب العالم ووقف ناس ودمرهم الدمر خاصة بالطلبة يرعد بهم بالتقارير وما يلحق يجيب بهم بالتقارير وما يلحق
وهسه قاعد مسوي روحه يحكي على الشيعة وعلى ولك الشيعة يشرفوك ويشرفون هاي صوتك ويشربون ويشربون. لا تخليني احكي على اهلك ولك انا ما اريد انا اجيب انا اهلك، مو انت جبت اهلي بس مرتي الثانيه راح اعطيك اياها غير شكل، تجيب طاري وشوف شو حسوي بيك مرتي الثانيه. نجيب فوردي لايف هاي الجمهور عرف انا ليش انسحبت. قالوا انا ما اشتغل عمي ويا ناس يعني تنصب وتريد تبتز العالم باسمي، لان انا عرفت قلت لك حكيت مره على عواد البندر رجال الكلبي الرجل، وقام اتفق ويا اهله واخذ منهم كهربائيات ما اريد نقولها عيب ومسح الحلقه مالتهم، رد انهم صافي بحر. صافي بحر قعد ويا مدير الدائره مال المخابرات قبل خالد، قعد ويا قام بالاعمال الايراني وطال معلومات وطال اكراد، لان هو كان مسؤول شعبه الاكراد ورانا وورا ما نقل، هو صار مدير الدائره اجى اخوه صار مدير شعبه الاكراد بالنشاط المعادي yeah. وراحوا وجابوا الاضابير وجابوا كل المعلومات على الاكراد، واللي مات مات واللي مسجون لحد هسه مسجون بالتخابر، فهمت شلون؟ والاكراد مال ايران كلهم انتهوا أيه. في خبر كان، فاحنا يعني ليش ما نحكي الحقيقه؟ ردوا ومسحوه وخذوا من عندهم فلوس وساومهم، وهواي هواي امور لقيتها ممسوحه، هواي امور. هسه اليوم رجع مال جاسم المعماري اليوم نزلها، مال جاسم المعماري ليش نحيتها ابويا قبل؟ أرد أسألكم سؤال، هل يوم طبوا مشاهدين على القناة مالته تلقون نزل جاسم المعماري اللي هو مدير عام مكتب فريق عبد، اللي هو سجلم بعد أحكي لكم إياها غير حلقة، اللي سلم تسجيلات القيادة العراقية بالكامل، تسجيلات السرية دير بالكم، صدام حسين عنده 7 قاصات محطوطة بها كل التسجيلات اللي الرؤساء اللي يجوله الملوك أعضاء القيادة اجتماعات الأمن القومي اجتماع ودي المخابرات كلها تسجل بالقاعة وتنزل بأرشيف. هذني من يوم استلم الحكومة العراقية صدام حسين الله يرحمه الحد ما غادر باللي اللي انتو تعرفوه بعد احتلال أمريكا للبلد، فذني كلها تسجيلات صوتية موجودة، هذا اللي سلمهن جاسم نعاره، وبعدين أسولف لكم شلون سلمهن وشون الساومه وياه وما حد اعتقله ولا حد جاسد. اليوم هو السوى كان ما سح الحلقه فعرف انه انا راح احكيها ويا استاذ لطيف، قام اليوم نزلها. ليش يا ابو زين السؤال ليش كنت منحيها؟ طبعا نزلها وسوى بيها قطع، شكوا اسم بي وارد انا وشكوا عليه، هو ما كان يعرف منه جاسم العمار، انا كشفت له منه جاسم العمار هو ما يعرف، هو بقى 10 سنوات 12 سنة 15 سنة يدور منه جاسم، هو ما يعرف المعماري بس جاسم، لأن فريق عبد ترك له رسالة قال له أنا سلمت لجاسم، منه جاسم ما حد يعرف، سأل 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 ما حد يعرف، وما حد كان يصدق ذن التسجيلات الرهيبة اللي الأمريكان قالوا لقينا كنز، إن يتركوهن آخر يوم آخر 24 ساعة يتركون ويا جاسم المعماري تركهن عبد. فلما ما راح لهذا المصبوع المحروق الصفحة اللي هو هذا الهتر، طبعا المشاهدين خلي يعرفون الهتر هو سليمان خوش شلون اسم طلعت كتب له ورقه فريق عبد قال له جاسم، منو جاسم ما يعرف. انا شلون تعرفت عليه؟ سالوني اهله اخوته سالوني ولد عمه قال شلون تعرفت عليه؟ قلت لهم والله نزل حلقه وانا قاعد رجال وسمعت انه اكو واحد استلم التسجيلات وما يعرفون منه ما منه، شيل التليفون عليه قلت له الحقيقه كامله اللي سلم للسي اي اي وحكيتها المضبوطة. هاي معرفتي بهذا الزمان الله لا يوديني عليه والله لا يعرفني عليه، وشون تعرفت عليه عاضي ديه من السماء للأرض، شايف؟ كنا نغلط أبو أنا استفاد من عندي أستاذ لطيف، استفاد من عندي من الطرفين، من شار يروح يقص يرجع يقص سليمان مكساصة، هذا استفاد من عندي بالناس المشاهدات، استفاد من عندي ماديين شكلك يقرا لي اليتيم انا عراقي وانا هاي اي نفس اليتيم ماتي انا عراقي وانا اخوك وانا كذا اخوب البار شو وقت ذاك البث انا عرضت التسجيل ماله من يقول لي دز لي مشاهدين اذكر اسمي بالقناه حتى الناس يجوني، لان هذه يعني هذا ايش قال بالله يعني مثل الدكان عبالك يعني هذا رزق من رزق حلال والله لنصير مليونيريه
هاي شنو؟ اي هاي بالتسجيل موجود صوتها من كر صوته. هم يقول هاي شلون هجمه سبرانيه. سبرانيه. ولكن وين هجموا بقرعته؟ سبرانيه. هجموا على امن الديوانيه وطوا التقارير يا نقيب رعد. ولك اخرس اخرس يا لا ظل تنبح وتذينا. خلينا ننام مرتاحين. تنبح 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 ترى الطابوق هوايكم. على كل استاذنا احنا نسلم على الجمهور. الله يسلمك. وراح نبقى نتواصل وياكم. الله يحفظك. ما تعبون من عندنا. الله يحفظك. واكرر اكرر الاخ مسعر. مسعر صالح احمد السلطان. ابتعد عن هذا سليمان الهتر. ولا تطي معلومات. ولا صحح له معلومات. ترى ده يسجل لك. وموجودة لك تسجيلات والرسائل مالتك كلها موجودات. تفتهمني؟ اقعد واسكت. ولك هم شو اسمه هذا بدبي هم ابتعد من عنده. سلوان اسمه هذا لا مو سلوان. سلوان لا سلوان موجود بتركيا. لا ايه بدبي نسيته هذا اللي طلع ويا الرئيس هو محمد. والله نسيت اسمه انا انسى اسمائهم الولد انسى اسمائهم لان انا خاله انا من العوجه وانساهم ربعنا تعرف ايه هذولي هذولي ولد عمي بالعوجة اسماهم كلها ثقيلة يعني وهذا محمد ابن شو اسمه ابن محمد ابن عجيمي ترى مسجل لك تسجيلات عمي انت خوش زمه محمد عجيمي ترى منزل لك هواي هواي مسجل لك تسجيلات وانت تحكيها بالتليفون مو بصمة دير بالك من اللي واقع تسجيلاتك وموجودة عليك هواي بس انت خوش زمه وابوك سبع وبطل وانا احترمك الخاطر الوالد ما نزل لك شيء بس اذا ظلت تتواصل وياه ترى راح انزل لك فهمت انت خوش زمه وانا دازك كم بصمه شكرت من عندي عن طريقه هو الهتر ودزيت لك قلت لك ابوك بطل وراح ابقى دافع عن ابوك ابو بطل عجمي اللي استشهد الرجل هذا البطل الصديد كم قائد الفرقه السادسه بالبصره صح نعم هم خبروا عليه ذول ولد عمه خطيه واستشهد الولد الله يرحمه عجمي خوش دمه فاحنا المشاهدين احنا حاضرين لكم واذا عندكم اسئله قلونا شباب اللي عنده سؤال خليه يكتب حتى يجاوبكم لان الوقت متاخر يمه وبلكي يروح هسه مرة ثانية يسوي لنا هجمة سبرانية على سليمان فانيلا ويطلع لنا شو مسجل شو تقول أبو دلة والله عندك نزلت لك أنا بصمة بصمتين نزلهن استاذ مو بصمة اتصالات نزلهن نزلهن خلي يشوفون ها أكو واحد عقيد بالأمن إيه أنت عقيد بالأمن أما كذبريك لا تظل تسرب معلومات على فاضل براك وعلى مدري شنو وعلى مدري إيش ما أريد أجيب اسمك يا الله العقيدة أبو الأمين اللي بدولة أوروبية أوه. اقعد واسكت يا معول خالة خليني أنزل عليك عندنا بيت يا معودين صوتك يبحبح هم موجود موجود مسجل لك هو مسجل لك قال لك ها أبو فلان مو أنت قلت لي على فاضل خالي فاضل بارته أعرفه من بداية النهاية فاضل ما متعامر فاضل شغلة بيناتهم عائلية ورجال ونعدم عدمتو ما عدمتو انتو هم مو محكمة ضربوه طلقة ضربه طلقة هذا ابو النشاط المعادي طقه طلقة خابر عبد قال ارجع طلقة ورجع طلقة ثم فاضل انا عرفه شلون ودوا التكريت ومن الودال العوجة وشنو السيارة ومن الجابلة الدشداشة هاي إنا حديث عليها يوم من الايام اخوي وعصام اللي هو عدمه دي سألوك من اللي فعلا وش يا معود الخال لدق السعد نبات يا معود من وش بالرئيس من هو لان تكاثرت الاسماء اخويا اللي وش بالرئيس اكو واحد اسمه اول مره عبد الملك اللي كانت مزرعته قبال الرئيس هذا ابو البيت بلغ الاكراد بس هم ما اخذوا بالاكراد ايه؟ محمد المصلط الرجال ما وش واخذ فلوس نعم محمد المصلط اعترفوا عليه وجابوه واللي هم ما عرفوه من كظوه طبعا هو ما عرفوه محمد ولزموه ويا واحد ثاني ولد سامرائي خوش وليد كلش خوش ولد لزموه وياه وكان محافظ على محمد نعم بس ما كان الرجال يعرف انه يودوا الرسائل يجيبونها يعني كان هو لامس القضية من بعيد البعيد بس ما يسأل زين هم من سجنه ومحمد
هو كان عنده هوية مزورة محمد المصلط باسم واحد الجبوري، لقب الجبوري. نعم. فمن لزمه هو مزين صفر وشواربة وشيفة مغير معالمه. محمد هو خوش ولد الرجال ومحترم، وبس يعني ما راح دق الباب وقال لهم تعالوا شو أدليكم. فمن سجنه وقبل انفرادي، وانت حكيت ذيك الحلقة. نعم. وما عرفه، تالي جابه واحد اسمه باسم للطوفي. ايه. هذا كان السائق مالته من ليلة تخريت. نعم. هذا أول مرة، حتى القائد الأمريكي بالمذكرات مالته يقول أول مرة شرس كان ويانا وما دلالنا وما قبل يساعد ويانا، بس تالي قدموا له يعني نصوحة وقدموا له غراءات وبدأ يتخبر لهم يخبرهم على كل شيء. فباسم للطوفي من فتحوا الباب المحجر عليه، نحن نسميه انفرادي. فمحمد كان بالمحجر ومحطوط تشيس براسه. أي. من جابوه ففتحوا التشيس ماله وعلقه وتوتش مثل ما قلت انت، علقه وتوتش عالي بوجهه حتى لا يشوف المخبر. فهو كان باسم اي على متي باوع منه ما منه. فكان باسم للطوفي واكو واحد ثاني. محمد شاف باسم للطوفي هو الشخصه. شافه وهو اللي قالهم، وهو اللي هنا اللي 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 دلهم شلون انه هو العلاقه بالرئيس، لان هو كان السائق ماله من كان قبل ايام زمان. نعم. كان مساعده هواي، مساعده وحتى مأجر له، ويعني كان حيل مساعده هذا محمد. محمد الولد خوش ولد، ما اقول لك مو خوش ولد، بس يعني انهار واعتدوا عليه واذوا، يعني تحقيق تعرف انت تحقيق وقتله. فالرجال يعني من لا شاره، بس هو ما وشى وقالهم امشوا، ومثل ما هذا اللي سوى بعدي وقصي وراح اخذ الكراميه. ترى هو هسه قاعد حالته حاله دلوين، هو قاعد يعني اقول لك سلوان السوبي، سلوان السوبي، سلوان دمر الدمور، باقي الفلوس من عنده. يعني انا اكمل لك، يا ترى 100 دولار هذا الولد ما عنده، محمد المصلط اموره داكه وقاعد هو عائلته خطيه ومتدمر. انا ما اقول لك هو مو هو دل، نعم دل، بس ما دل بفلوس، دل من نتيجة ضغط، حال أي واحد يكذونه بالأمن أيام زمان. أيه. يخبر عليه هذا حمزة خمسة 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 قرعاوي ويجيبونه ويقتلونه يقتلونه يعترف كذب. فهو الولد بعد ماكو يعني، باسم لطوفي قال هو ويودي الرسائل ويجيب هذا هو، بس مع العلم أنه محمد آخر ثلاثة أشهر ما ظل يوصل للرئيس. أيه. ما ظل يوصل للرئيس، لأن الرئيس قالهم كلكم ابتعدوا على مود لا يصير مكان دوس على المنطقة على البزرعة ويعرفون. سلوان كان سلوان صار الدور. إيه بقى سلوان، ليه سلوان ما معروف وما كان موجود وما إلى صور وإلى أمريكان، والأمريكان قالوا إحنا عدنا عليه أمر قبض بس ما نعرفه منه. إيه ما عندهم صورة، ما جاي نعرف هذا الشخص. إيه لأن ما لقوا له أي صورة بالألبومات اللي زموها. فهذا الموضوع كله اللي صار أستاذنا العزيز. فمحمد ما راح وشه وأخذ الجائزة، لا محمد الرجال يعني بالتحقيق انهار، واي واحد ينهار خروف علقه يصيح كثير فيها. كثير من عندهم تحقيق وضرب انهاروا، وكلهم غالبيتهم انهاروا. اساس يمان مو بدون ما تحقيق بدون ما هاي ما شاء الله قاعد يودي تقارير للحزب الدعوه عادي يعني. إيه هو يعني تعتبر على محمد سليمان فانيل، سليمان فانيل بكم نعال 400 فيديو مسح. تفضل. باب بيتهم والله يقول لك جاب اللوت لهذا اليوتيوب اللابتوب ماله هذا موجود بالصورة. أرجو منك أنه تطلع صورة المرافق إن شاء الله. إن شاء الله إي والله طلعوا وشوفوا بالبردة هاي ماكو القونية الخضراء الحاطة شو اسمها ما الجيش كانت أيام زمان، شوفوا وحاطة عمارات وبنايات على أساسها كلها فوتوشوب جاي يسوي. طبعا بالمناسبة أنا قلت لكم ترى من فوق قاط ومن جوا لابس شورت الباس هو لابس، والله العظيم قسما بالقرآن ترى هذا من فوق شواني شو تقول حج الدين تقول شوفها من فوق هلا من جوا يعلم الله ومن جوا مكعبرة. فهذا سليمان جوا شورت يعني سليمان فانيلة سليمان فانيلة تنطبق عليه. أقول لك والله هاي مالت الفانيلة بلوى، هاي جاي فانيلة والباس مالك مالت الرئيس عرف عليه اللي يبيع لي اياها. قلت له عمي انا شو اسوي؟ عرف عليه يعني قلت له اربع مرات، قلت له عمي انت جات معك علي جاي الفانيلة والباس مو بق. ها لا عندي تسجيل بالفيديو. ان شاء الله انسربه عندي تسجيل بالفيديو
يقول له القيس دير بالك همشي القدر كان ياكل بي ترى هذا اثري خرب عرضه بالله العظيم يا جمهور هسه يدور على القدر اللي كان ياكل بي الرئيس وهاي ترى دير بالكم هاي مو سبراليه هاي فيديو صوره وصوت فيديو وصبروا عليه راح انزلكم اياها يابا من يريد الجدر مات الرئيس يخابرنا يقول له دير بالك احتفظ بالجدر هو وين بقت نخلة بقت جدر بقت هاي جو الحشد ساوها وين أرض المزرعة ما بقيس النامق يعني يقول له دير بالك ترى أهم شيء الجدر اللي كان يأكل به الرئيس هذا بعده ما عرضه على 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 الله يحفظهم أهل الرئيس ما عرضه عليهم ما راح أقول لهم تركوا جدر موجود راح يجيبونهم جدر مال فواتح مدري شنو يقول هذا بمال رئيس بس لا تنسى الكوميشن مالتنا لازم ناخذ كوميشن عليه الدلالية سادة بالقرآن البارحة جاية باوع بالشيز ما دزيت لك يا يعني ما دزيت لك مختطف هو وقيس قال له هذا القلم القلم جايبه هو مشتري من المكتبة قال له اريد بس في شره شي قال اي باب ثيرهم صورهم ثيرهم ترى بالفيديوهات هاي بعد مو يقول هجمة سبرالية هاي هما بعد فيديو انه يقول له اخوي احتفظ ترى بالقدر ترى القدر اثري القدر هذا باكر عقبه يعني فشغله كبيره يلا تفضل يدور يجيبوا لهم قدر هم ما ادري منين ويقولوا هذا القدر مال الرئيس تفضل والله العظيم ملك التقفيص ذكرت الجمهور البارحه ملك التقفيص اقول لك نوبه فانيله نوبه قدر نوبه شفيه نوبه غتره نوبه نظارات مخابر واحد قال له النظارات مال الرئيس جابوا لي اياها ولك انت من يجيب لك اياها انت شنو بالمناسبة ترى هو دخل على الرئيس خمس دقائق أي وبشهادة ابن عواد البندر المحامي هذا شو يسمونه ابن عواد والله ما أعرفه وليه كان ضابط بالأمن خمس دقائق ما طول قال له أنا فلان لفلاني ودخل باسم دكتور نجمان يحفظك الله يا نجمان لأن الرئيس يعرف نجمان شخصيا دخل باسمه وقال له يا أبا أنا ترى فلان قال له سلم لي على أخوك هاي الحكايه لان اخوه مؤرخ معروف والرئيس كان يقدر ذول المؤرخين يعني صح. يعرفهم دائما يجتمع بيهم وبالمناسبه اخوه قال للرئيس ترى ما هو طائفي وعراقي وكان يجيب فلسطينيين مؤرخين يحطهم قال والله العظيم قسما يجيب له سته سنه والباقي كلهم من اخوان الشيعه هيك قال هيك الرئيس ترى لا عمي ما كان يفرق نهائيا ها ما كان يفرق روح قل له الفرس النهر اللي يقول ماكو فلسطينيين عنده يقول كتاب بدر من وردي مدري منو قال فلسطيني وبالمناسبة أنا جاي أقول هاي كلهم على الشاشة هذا الرجال نجمان تسمعون دكتور نجمان رئيس المؤرخين العراقيين سابقا أي واحد يقول جاني نجمان من حزب البعث من حزب الدعوة من الشيعة من الشيوعيين من السنة من الأكراد كل الأحزاب أتحدى واحد منهم يقول إجاني نجمان تعيين إجاني نجمان طلب قطعة أرض لا. إجاني نجمان قال لي أريد هيك شغلة أتحداهم رجالي قاعد بالبيت هم يجونه بكل انتخابات يقدموا له آلاف الدولارات عشرات الآلاف من الدولارات يقدموا له ما يقبل مخذ فليساتكم مطرق صح طبعا هذا مو هو قال لي ناس من الموصل أنا والله أنا ناس من الموصل أعرفهم وحتى عندي قرابة بالموصل قال لي عمي هذا وين وهذا أخوه تاني سمعت زينب سمعت طيبة الله يرحم أبوهم بس كل عائلة بيها واحد فاسد وهذا الفاسد مالتهم يعني لا استغل الحكومة بمنصبها بالأولي ولا هسه قاعد الرجال ومحترم يم ولد عمه ويم أهله ويم شيته وهذا بس تعال كل عشيرة يطلع بها يعني ناس لازم هذا سيمان يعني ما يعد على 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 يعني نجمان وأخوته وهذا لا لا, لا. لا نجمان مستحيل. شمس طالعة شمس مضوية الشمس شايف هذا يا أخوي غراب هو هذا القرعاوي القرعاوي غراب وهذا غراب النذية والفحل تراهم هو يطلعون هم واحد تهروبة مثل هالمسربتين ذولي اللي كاظين اليوتيوب ما عندهم شغلة هنا القرعاوي هنا وكيل الأمن الأخ القرعاوي حمزة يتكلم شو من شايفة من يحكي شون بيان على أساس هو مقداد ولك يا فصوع
يا مذبور ملك الخيام يا مدرب يا ولد الخيام راسك كنا طوبة مهلسة ولك قاعد وسكت ونشن يا ولد ولك جوز من التكريت جوز من الشيعة جوز من العالم روح صفق انت وذاك المسربة الهتر انت اثنينكم هتورة لا ده اصبر له اصبر له اذا ما طلع بعد كم اسبوع يسب انا معتب اصبر هو هذا طريقته هسه يتخاصمون على فلوس هسه يتخاصمون على فلوس هسه اصبر اي يتخاصمون على فلوس بالضبط استاذ عندهم سؤال بعد للجمهور شباب عندكم اي سؤال لابو دلف لان الرجل متاخر وهناك باستراليا ليل هسه يعني لازم ينام كلهم يحيوك ويسلمون عليك ويقول لك ألف شكر ما قصرت وإذا تحب توجه تحية لهم آخر كلمة تحية كل الجمهور وسامحونا إذا طلعت من عندنا كلمة مو حلوة بس يعني شو سوي يفعل خلونا ننفعل هذول الحشاكم هذا القرعاوي وهذاك الثاني ذاك ما نقول الجبوري لأن أهلا خوش وادم خوش وسامحونا وأي كلمة طلعت من عندنا وبس انتم سامحونا الجمهور مو ذول ذول اثنين هم طقوا راسهم بالحائط لا اريد مسامحتهم ولا كل شيء عجل يابا انا من العوجه يابا اي خلاص انت بعد اي ويانا بعد راح اودعك ابن العوجه راح اودعك ابن العوجه انا ضابط بالمخابرات مو نوبة تعال سواني ضابط مخابرات نوبة سواني مدري منين نوبة سواني بايق فلوس احمد الشلبي لا لا اكو وحده اقول لك اقول لك ابو دلف واحده نسيت اقول لك اياها يقول انت سممت ايه؟ انت سممت احمد الشلبي وانهزمت هذه اخر قنبله في مرها اخر اقول للجمهور طبعا بيتوفى احمد الشلبي الله يرحمه انا ما موجود بالعراق اعرف ما موجود بس انا لا لا هو حللها هو ايش قال لك قال لك انت حطيت ايه السم لا لا يقول حط السم ايه واكو سم يطول 4-5 اشهر حتى يمشي بالجسم فانت حطيت السم وانهزمت وراها بكم شهر مات يعني حتى لا تبكي والله انا اكثر من سنه من غادرت من عنده انا وانتفاض قنبر هذا الرجال ابو كمال موجود وغادرنا من عنده وطيناه انذار وقلنا له اخو انتفاض الشخصين قال انا ارد اسلم على حياتي انت في خطر هذا الرجال موجود يسمعني ابو كمال صح الاخ انتفاض قنبر الله يوفقه ويحميه ان شاء الله فاحنا لا وصلنا يمه ولا وش اسمه ولا احنا ما نخون صاحبنا يابا احنا ما نخون صاحبنا انا اشوف تعشيلك اقول الله يرحمه واقول رئيس العراق الله يرحمه انا ما مثلك مهقط لان الرسول صلاه السلام عليه يقول اذكروا محاسن موتاكم ونقول الله يرحمهم أهم تأخذ أجر بيهم أنت تأخذ أجر بيهم يا با أحد الأشخاص يقول لك هل ندم أحمد الشلبي على احتلال العراق نعم ها لا ما ندم ما ندم ما ندم ما ندم لا أبد أنا أحكي صحيح لا أنت هو ندم أي ما ندم من شغلة وحدة ولي قال لي إياها ندم من جاب هذول الأحزاب الهقطية الإسلامية وبالمناسبة ترى هو طببهم هو اللي جابهم هو اللي كان يعطيهم فلوس ايه فهمت شلون هو شوف تعشيلكم انتم يا جمهور اخواننا الاعزاء بس افهمهم من عندي احمد الشلبي عنده قضية وهي الحكومة العراقية ايه رجال ابن هذا البلد وما حد ينكرهم ما بيت الشلبي منه ناس زناقين وقطاعية ومعروفين ما ننكر ذلك هذا الرجال ابن هذا البلد طلعوهم واخذوا املاكهم أملاكهم أملاك حمراء مو سهلة يعني أملاك افتهموا من عندي المناطق اللي عندهم هم شنو هم شو بياكلون بعد هم وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم وعشرين جد ما تخلص فلوسهم رجال صاحب قضية طلعوا من العراق يريد يدخل للعراق بأي طريقة كان يعني أنتوا لا تلومون عليه تقولون إنه هو تآمر وهو هاي بس أبو دلف يعني أبو دلف أبو دلف أنت لك مطلق الحرية تترحم عليه بالنسبة إلي كلطيف يحيى أعتبره خائن كل واحد إلى وجهة نظره خلاص يعني متفقين أي أنت تحب التشريب أنا أحب المرقة مال بامية يعني مع اعتزازي إذا ضحكون يا جمهور فكل واحد إلى رأيه هاي الديمقراطية أكو هسه بيوت بالعراق يشجعون 4 أحزاب هم نفس الإخوان صح
كل واحد ديمقراطيته، انت تحبه هذا يكرهه هذا يحبه، اكو ناس تترحم له، فهمت شلون؟ اكو ناس تقول لا والله ما خلوه يشتغل صحيح ما خلوه يشتغل، هذا يقولك احمد الكريم ما خلوه يشتغل، دمروا دمر بأحزاب، لأن هو كشف المبالغ وكشف الذهب اللي مباق العشرة اطنان من البنك المركزي، حاربوه يا أبا حاربوه، كل الأمة حاربته. ثم أنتوا لو ما العراق يتبدل عمي يبقى العراق شبه محتل، شنو العراق؟ العراق شنو خلاكم العرنوس والمشي يطبخوا ويطحنوا ويسوونه؟ حاصروا العراق وحاصر كل الدول ضده ومحاصر من كل جوارينا العراق. فأنا أحترم كل من رأيه، واحد يقول الله يرحمه، واحد يقول هتشي، واحد يقول هتشي، واحد كل من بكيفه، ما أنا ما أوقف بش اسمه يعني برأي أحد من الإخوان نهائيا لا، بس أنا كسئلوني أقول لا رجال الله يرحمه، حتى عدوي من يموت أقول الله يرحمه، أي واحد يموت أقول الله يرحمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا محاسن موتاكم وأكررها، حتى أهلي يقولوا دائما ترحم الموتاك أي إن كان، مثل ما هو صدام حسين رجل الله يرحمه بالمحكمة قال الله يرحمه فلان الله يرحمه فلان، زين هم كانوا أعداء وجانوا يردون يعدمون، فهي الرحمة تؤجر بيها يعني تجيك أجر بيها. فأنا ما حجم رأي أي واحد، بس أنتم كسئلوني أقول لكم لا الرجل هذا إجا يبني. شوفوا أكو شغلة أنتم ما تدرون بيها، نفط العراق ولا وردن أنا أكمل، نفط العراق كانوا يحملون البواخر يزرعون الباخرة طول بعرض طول بعرض، وقال مثلا هاي الباخرة تشيل مليونين طن أوكي؟ زين الباخرة بها بالانسات وبها تجويف وبها مكانات تشيل أزيد من المكان مال اللي تقيسونه اللي تقيسونه طول بعرض وبها بالانسات تشيل آلاف الأترات الأترات الخام أو البنزين أو النفط زين من سمع هو كان على الطاقة مسؤول، قالوا شلون تصدير النفط؟ أنا كنت موجود. قالوا شلون قاعد يصير تصدير النفط؟ قالوا له والله العدادات عاطلة. شنو العدادات عاطلة؟ قالوا شلون قاعد تحملون؟ قال بالكيلوات. زرع الباخرة طول بعرض طول بعرض وتتحمل الباخرة. خابر أبو طيران الجيش قال له خلي سمتية تجينا هليكوبتر. صعد بالسمتية ونزل على ميناء البكر نفسه هذا الأولي. بزمن الحكومة الوطنية بنت. نزل عليه وقف عليهم قالوا شلون تحملون الباخرة؟ قالوا له هيك طول بعرض هذا شو يسوي ابو الباخرة؟ يجي يعطي للعمال مع اعتزازي بهم بطل ويسكي ينزلهم وجبه وجبتين من هذا حملوا لك اياها نعله وامه وابوها اللي تشيل 10 طن يشيلوها 15 طن شنو علاقتهم؟ نفط اسود خام مصين ويذبونه بالباخره خوش؟ زين فباوع شاف الشغله مهزله راسا رجع البغداد بالطيارة نفس 6 دقائق وهو بنفسه تراسل ويا شركات العملاقة مع العدادات الألمانية وجاب العدادات بالطائرات جابه ونصبه شداهن وهذا لحد هسه العراق هاي الملايين اللي تراتت كانت تنباق من العراق كلها وقفها سوى عدادات إلكترونية شد عدادات عملاقة صحيح اشتروها مبالغ بس كان العراق يطي نفط وما يعرفون الباخرة للشيل 5 طنون قالوا وشيلوها 10-15 طن مثل هذا هدر كله هدر مال ثروة مال العراق ومال فشوفوا هذا شغل أحمد الكريمي أنا ما جاي مجد به لا تقولون أنت جاي تلمع به بس أنا جاي أقول لكم هذا اللي شفته عن هذا الرجل وجاي أقول لكم صدام حسين آدمي محترم ورجال إذا تروح يمه تشتكي على أحد ما 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 يخليك ولا يعوفك زين ورجال كريم وشعبه يكرم به بس انتوا هاي المسألة جاي احكي لكم اياها ذن الثنين يعني هذا هيك هذا هيك انا ما جاي مجد طرف واحد لا واقول لكم هم صدام حسين هم احسن بعد رجال وطني مبدئي هاي بس هاي اللي صار هذا اللي صار اي بعد هذا الاستعمار وهذا اللي صار هاي هو ودعكم اخواننا وان شاء الله نلتقي قريبا بكم ونحكي لكم قصص ثانيه نشكرك اخوي ابو دلاف ما قصرت وتصبح على خير الف الله استاذ تحيه للجمهور اينما كنتم كل سلم سلموا مع السلامه اخوي مع السلامه بارك الله اخ يعني هسه
عرفنا الدلالين وعرفنا أهل الدولار وعرفنا السراق وعرفنا الحرامية وعرفنا كل هذول اللي قاعد يتاجرون بالعراق ومسوين صفحة تواصل مجرد بنك. يلا مثل سليمان فانيلا يقول نسترزق أو رزق حلال، يعني هو هذا الدكان وانت تقعد هذا خمسة القرعاوي المحلل السياسي، خمسة القرعاوي ممكن بس تراويني، يعني انت مو تقول انت كذا وكذا، السيرة الذاتية مالتك اريد اقراها، يعني واريد اشوف مقالاتك قبل سقوط النظام في العراق شنو كاتب، يعني هذه اريد بس حتى نعرف الخلفية، لا مو الخلفية الجسمة، خلفية مالتك يعني النشاط اللي كنت تمارسه. فلا تقعد تجيب من صندوق الأسود وتحطه بحلقك. دعابه للملتهبة والله العظيم، يعني هذا شكله طين اصطناعي، ما تعرف من يا جهة جاي، من يا جهة جاي، الخدود مال واحد، الخشم مال واحد، الإذانات مال واحد، يعني ما طين اصطناعي ومجمعين. شايفين تتذكرون من كنا صغار اللي بعمرنا طين اصطناعي تجيب أحمر وأخضر وتجي وتلزق، هو بالضبط طين اصطناعي تلزيق وخلص. أشكر متابعينا أخواننا وأخواتنا، ما أسميكم متابعين، أسميكم عائلتي، عائلتنا في هذه القناة. وأشكر حتى الذيول اللي كانوا موجودين هنا أنا ودي يسوون تبليغات وديسلايك، الله يطيع حظكم، يعني نجيب لكم شو اسمه، يعني أعود غالكم بالمنقنة وجعصوا سرسرية، تبقون الذيول، شو وقت تصيرون تحطون وطن بين عينكم. فرس النهر نزار مزرعة تهددني ذاك اليوم تنشر صور أمي، ونسيت شغلة ثانية، يقول حبيبي حمد تصبح على الأخير، يقول هذا خفيف لحية ما أدري خفيف بريمس ما أدري شو مسمين، المهم يقول حتى الجيرل فريند والبوي فريند، أنت والجيرل فريند ماتك وهذول الجهال تقول ولدي، هذول مو ولدك متبنيهم. زين هسه انا عندي جيرل فريند، عندي فرس نهر فريند، عندي فرسة نهر فريند، انت شلك شغله. وثاني شيء تقول ذولا مو اولادك، زين ليش ما تسوي تجربه دزلي فرسة النهر ولو هي عابره مات الولاده، بس اعطيك جارانتي ترجع حامل، شنو رايك؟ راح تشوف هل لطيف بريمز يستطيع يخلف لك واحد ولا لا. كافي عاد يومية طالع عنا واحد خايس ما عنده شغلة، اقسم بالله شفتوا انا مو طلعتها واعتذرت لها راسها الكبرى اللي تحكي على هذه اللي خلصتني، اللي انت نايم براسها. زين هي حية رقطة، حتى بامريكا لقبوها المسمومة، حتى أهلك طيحة وحظك من وراها وتركوك وتبروا منك. أنت تقول ولدي عراق وصدام، الناس اللي يسألون صاير عندهم مكس، صاير عندهم شوية أخوان أخواتي اللي يسألون أنت مو بس عمر عندك، أنت لا أنا عندي أطفال، راح أقول لكم ليش. هذول جماعة ماكو اللي يقول لي انت جهاله كلهم اولاد حرام وانت وهذا عفوا حلال وحرام لهم. قلت لكم انا صار 32 سنه بالغرب اوروبا ما اعطوني جنسيه، انا سويت اقترحت على نفسي اسوي اتحاد اوروبي لنفسي، فعندي الماني، عندي نمساوي، عندي ايرلندي، عندي انجليزي، عندي فرنسي، ف سويت اتحاد أوروبي بيه.
هذه آخر اثنين، آخر اثنين طفلين يحملون الجنسية البريطانية الإيرلندية اللي هم صدام وعراق. فرس النهر يقول عار عليك تسميه صدام، والله قندرة صدام وتراب رجل صدام، والنعل القديم اللي كان يلبسه صدام يشرفك ويشرف عائلتك يا ابن المزرعة، لك انت كنت كاولي إلهم وكنت تتملق إلهم، لك هاي فيديوهاتك موجودة عندي. صدام حسين الله يرحمه، عدي صدام الله يرحمه، شو قلبك؟ قلبك جماعة الرفحة، جماعة حزب الدعوة، جماعة اللطامة، جماعة هذول اللي قلبوك. فإذا ذولا ابني عراق وابن الصغير صدام أنت ما تفتخر بيهم، أنا أفتخر بيهم وكل شريف يفتخر بيهم. ابني هذا صدام، صدام جنسية زين شايلها، أقلها مو مهرب، مو تاجر سلاح مثل ابنك اللي موجود هنا، وإن شاء الله شون دي رتبوا لك إياه، راح تصير راح تصيح يا أبو فاضل لحد ما الدوخ. تعرف شنو الدوخ؟ دي رتبوا لك إياه ترتيب، وحق الله وحق الله بترتيب من هذا الشقلبان اللي عجبك، وأنت تقول هذول مو أولادي. أنا نشر صورهم، شوفوا شكولاتهم زين، وأفتخر بيهم. وأنت شلك شغلة، أنا متبنيهم مالتي مو مالتي. أنت تقول شو اسمه لطيف يحيى شو اسمه قاصي هي عدي وما أعرف شنو هالسوالف زين. دز فرسة النهر وشوف وترجع لك وفحصها ورا 9 أشهر شو تجيب. حد هم يعني، لأن أنا ليس ما عندي طفل جنسيته أمريكية، فباعتبارها هي أمريكية الطفل ما تصل أمريكي. وراح راح أصر أصر أسميه صدام اثنين بعد غنبلة لوم لا سرسرية. يوم يطالع لنا واحد يحكي لي ويتفلسف براسي ويقعد صاير، احنا قاعد على اليوتيوب هنا الشاقة ويا اخوتي وخواتي الموجودين هنا، نحكي سياسة، نقعد نحشش زين، نضحك. ما قاعد انا اسوي لكم هنا افلام يلا شاركوا ودفعوا وسووا وريد 5 مليون زين. هزاع هزاع انت مو رجعت، وين مسوسو؟ وين الدعم مال القناة؟ هزاع هزاع اخذت مسوسو والدعم مال القناة. يلا راويني تاريخك هزاع، وين تاريخك؟ هذا تاريخ انا شوفه وينه هذا. يقول الاعداء، كل الاعداء راحوا نبشوا ما لقوا شيء عليه. شي تقول عليك وانت من يعرفك؟ من يعرفك؟ كل شغلتك وكنا وش اسمه ام الاستريتش هو هذا انت. وتقول انا بطلت غنى وماك بث ما تسوي غنى بي، وانت ان العراق يعني اذا اصبقك هسه بال 44 احد يقول لي ليش؟ فرس النهر كافي، اقعد اقعد اقعد، مهم المطاوله اللي يمك هي صوتك، يعني على قولة مقتدى صوت الله، ما احكي يعني مو ناقل الكفر ليس بكافر، صوت الله. يعني إذا دزلك مقتدى يعضك وتضرب 40 أبرة ببطنك لأن مشلوب مثلك، أحد يقول لي لا؟ فهذا آخر تحذير لك فرس النهر. مرة ثانية تجيب طاهر رفيق لطيف يحيى أخليهم يطيعوك واجب بالمزرعة، وما تخلص الواجب ماتك هذه النظارات ماتك البيض كأنك مايا خليفة، انزع لك اياها واحط راسك بمنقنه واجع صوان على والدك، وهم تبقى البهاته والحركه مال 56 بعيونك. سرسري يلا حبايبي، تصبحون على خير، كانت سهره حلوه معاكم، وشكرا للاخ ابو دلف، ونلتقي ان شاء الله لقاء ثاني نضحك بالشاقه وياكم. لا اليوم ما أقدر أستقبل اتصالات لأن ورايا قاعدة 5 الصبح عندي مكتب لازم أروح.
تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة وتصبحون على ألف خير.